السلام عليكم، صح فطوركم، مرحبا بكم في عدد جديد من الكاميرا الخفية، ردوا بالكم سيزون 2. حبابنا لكم تشوفوا فينا الحلقة تاع اليوم شوية سبيسيال، لأنه كان هناك مرأة جابت الخطيب تاعها إبراهيمي تنهينان اللي هي مذيعة وممثلة. جابت الخطيب تاعها اللي هو ممثل تاني باش يحضر ليميسيون تاع الخطيبة ديالو. راه قاعد مع الببليك، ولكن لما ندخل أنا ونبداو ليميسيون راح يصراو عفايس فري ماشي ساهلين. جينجل نعاودو نقولو لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في حصتكم المحبوبه ملاقاة خير اللي تجيكم كل خميس على قناتكم المفضله بلا تي في. كيما كل خميس عندنا حكايات جدد، قصص اللي نحكيهم عليكم ونسيو نلقيو لي بروبليم تاع الناس. بون، القصه تاع اليوم نحكيو عليها مول جينجل. جينجل ونعاود. عودة من جديد، بيسر قلت لكم القصة تاع اليوم نحكي لكم مول جيجل، نحكي لكم عليها. بون، ليستوار تاعنا احترضنا الباسي، احترضنا الواحد فكر لي سوفينير تاعو حاب يبدل حياته هكذا. بون، استقبلوه ونشوفوا معاه. تصفيق على رضا. مرحبا بك رضا. الله يسلمك. مرحبا بك، لاباس بخير؟ لاباس بخير، مليح لهنا. تفضل تفضل. رضا وحشبا شويه، تعرفوا زين. لا بروميير فوا كي باس على التيلي. الله يسلمك، أول خطرة عندنا. لاباس بخير؟ كيما حب ربي. كيما إلا سمعتني كنت نقول لهم باللي كاين واحد حب من الباسي تاعو حب يعيش الفيوتور ديالو. كاين ولا ما كاش؟ وي. احكي لنا ليستوار تاعك وعلاش جيت اكزاكتومون الحصة. تفضل. انا بون ماك على بالك انت نورمال بالحكايه. الحكايه تحوس على بنت عرفتها في الجامعه سي صح؟ نو، قبل الجامعه. هي اولا انا وليد لافيجري، هي بنت ميزون. دونك تقدمت ديت دارنا، راحوا شافوا، ما نقولوا زعما خطبها اوفيسيال، مي شغل شافوا كدا، يما لي تي كونتونت كدا من هيك. ومن بعد انا دخلت الدومين تاع تجاره تقريبيا، تعاملت مع واحد الناس، صارت لي شغل الحكايه هكذايا، شغل قدر الله وين طحت في السجن كيما نقولوا. تما دخلت الحبس. رحت غلط تما، راك شايف كيما نقولوا، انا رحت غلط وربي راه شهد على كلامي. و حاجه عاديه دخلت الحبس غلط انت ما بيدك جوز لحبسك صححت الغلطه ديالك، جوز ماشي مزيان المفيد مول الحبس. انا رحت غلط وماذا بيا باش نفهمها هذوك ولا العفسه تاع السجن هذه، نفهمها بلي رحت غلط، نحكي لها كيف صارت الحكايه و اكزاكتو هذا ما كان. خلاص حنايا راح نستقبلوها ان شاء الله. عوده من جديد، والان نستقبلوا الضيفه تاعنا سيده امينه. مرحبا بك سيده امينه. قعد مليك، معليش قعد مليك، قعد مليك، سمحيلنا. تفضلي. شنو راكي مالك؟ صافا صافا لاباس، وانتم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الحصة تاعنا تعرفيها نورمالمون، الناس تستضيف ناس اخرين، كاين اللي باش تشكرهم، كاين اللي باش تتفكرهم. اليوم معك الضيفة تاعنا. نشكركم على الاستضافة. في بالك شكون يقدر يكون عرضك؟ ما عندي عداوة على ما حتى واحد، زعما مع السور تاع فرنسا ولا ما على باليش، باسكو صافي بيان لونتو ما شتاش. من العائلة ولا من الحي ولا؟ سا ديبا، اوكون ايدي. معليش، لاريجي عندكم اون ايماج؟ تري بيان، عندهم اون ايماج لاريجي. يا اخي يا اخي
لا يا خويا خافش خافش لا يا خويا لا يا خويا لا خويا معليش معليش خلاص معليش خلاص 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 ما تقولش يا خويا مين بارك علي ما تروحش هكيا يا خويا خلاص 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 خويا انت عارف خلاص ما تقلقش روحك يا خو يا خو يا خو يا خو ما تمشي لا 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 خلي ريا خلاص تلقوني تقع الدير خلاص هي روحي نهضر معاك خلاص خلاص روحي نهضر معاك ومن بعد وما تخلصنيش خلوني نهضر معاك وكاع دخلوا وراك خلاص هاو يهضروا معاك الرجال يا ما تهضروش معايا هاو يهضروا معاك ما تهضرش معايا انا نقول لك ما تهضرش معايا خويا لا يسير أروح جيبوها أهدر معها في ميسيو وكاش ميسيو ريح خلاص ما كاش ميسيو خلاص جوش تريح خلاص ما تخلقش روح كريح برك يا أخو ريح الله يستر كريح ريح ريح في بلاط وريح إن شاء الله يا أخو إن شاء الله يا أخو إن شاء الله إن شاء الله يا خويا إن شاء الله ماليش يا خويا خويا ما على باليش أنا خويا وشنو؟ راك تحلف فيا؟ صافا شوية راك مليح. طفلة صوبة نحن زوج بها. يا خويا مبروك عليك مبروك عليكم. مبروك عليكم. الله يسهل. خلاص ماكاش لي ميسيون. جوز جوز لي ميسيون جوز. يا خو ما تزعفش يا خو درنا كاميرا كاشي كسرنا معاك. لي زوم تاع لا لي زوم ما كون ديك عبك راه ما عليها صايم عليها دابا كاين راه صافي لي زوم شحال عصيت روحي انا ديما وشحال والله قلبي راه يسعد شغل قالهم بهذوك يا خويا الصحه الله يسعد شتي راجلك لي زوم الله يبارك ما دام ولا لا ها الله ما عليك كاين بمعنى ضربت عليك مشاهدينا الكرام كما شفتوا حمزه البلاطو دناه على جال مرتو كما قالوا يا خويا لي زوم بارك الله فيك تصفيقه حاره عليه المدام تاعك اللي بيجاتك خويا يا خويا بدي يحلف فيها بدي يقول اسمع انت ومن بعد بيلا اللي يقول لي ريح له هنا خويا نمدو بظهري يا بيلا خويا اسمح لي ما نقدرش كيفاش حسيت خوك شغل والله لوكازتو شويه قلبي يحبس خويا مزيان يحبس زيد انا لاشيت يا خويا والله لوكازتو باسكو انا مليح وماشي مليح لا ماشي باين ماشي باين صح دوجي احنا توجور بلال انا قهمته بديك تاع لي ميساج كذا احنا توجور لحقوا ان ميساج باسكو هاد لي كا يصراو في المجتمع صح كيف دونك فوالا مدام نعطيك الصحه الله يسلمك كلشي مبروك ربي يهنيكم ان شاء الله والقاطو خويا العزيز ما تنساش مرحبا بكم ان شاء الله صحة فطوركم مخزن هيك في سيري تاعك صحة فطوركم صحة رمضانكم صحة فطوركم صحة رمضانكم ويعطيكم الصحة وقول لهم ردوا بالكم ردوا بالكم أو سمع ردوا بالكم صحة ردوا بالكم بون صحة فطوركم وين هيك هذيك صحة فطوركم ويعطيكم الصحة وردوا بالكم الله يحفظك